خسف الخسفة. يعني أنا أفكر هؤلاء لم يتحدث عنهم، أو هؤلاء نسوة 33 امرأة في أكتوبر 2016 كانت هناك خلينا نقول هجمات القوات التحالف الجوية على معاقل داعش، وكانت طائرات عراقية أيضا تقوم بالاستطلاع والهجوم، والطائرة يعني أو الطيار اللي قام بقصف تكية إليخاني 33 امرأة في أي منطقة؟ في داقوق. داقوق، في داقوق نعم. كانت داقوق. كانت منطقة أم تكية؟ تكية، لكن هي ناحية داقوق، التكية في ناحية داقوق. التكية هي اللي يعني لنساء تركمان يجتمعون فيها كل خميس، ذكر وصلاة على وصلاة عادات وتقاليد طقوس المنطقة. المنطقة فكلهم استشهدوا في هذه. لا حول ولا قوة. بعد ذلك تم اتخاذ إجراءات، ولكن مع الأسف الحكومة العراقية لم تتخذ أي يعني إجراءات من أجل حتى زيارة واحدة لهذه العوائل. يعني عائلة واحدة تم يعني استشهاد أربعة فقط، عائلة واحدة. نعم. إن هذه صعبة جدا، كارثة. طبعا.